من الأسئلة اللي بتتكرر كتير معايا برضو في التليجرام اللي أنا عامله، السؤال اللي هو أنا عاوز أهاجر كندا أو أنا عاوز أهاجر أستراليا، أعمل إيه؟ إيه الخطوات؟ أبتدي إزاي؟ بما إن السؤال ده بيتكرر كتير قوي، فحبيت إن أنا برضو أعمله فيديو وهثبته على التليجرام عشان الناس تدخل تشوف إيه الخطوات. أول حاجة خالص، هل أنت وظيفتك مطلوبة ولا لأ؟ تدخل على قائمة الوظائف المطلوبة في أي دولة من الدول دول وتشوفها موجودة ولا لأ. لقيت إنها موجودة، أنا همشي إنك أنت كل حاجة ماشية صح أو إيجابية. لقيت إن الوظيفة موجودة، في حاجة اسمها إنك أنت لازم تحسب عدد نقطك. تحسب عدد نقطك إزاي؟ في كل ويب سايت بتاع كندا أو أستراليا في حاجة اسمها Points Calculator، هحاول أحط كل اللينكات دي في الكومنتس. البوينتس كالكليتور أو حساب النقط، هتدخل تشوف نقطك. النقط دي بتتاخد على حسب السن، على حسب الخبرة، على حسب الشهادة اللي معاك، على حسب حالتك الاجتماعية، ولو انت متجوز زوجتك بتعرف انجليزي ولا لا، على حسب انت الانجليزي بتاعك عامل ازاي لو بنتكلم على استراليا، والانجليزي والفرنساوي لو بنتكلم على كندا، وعلى حسب عندك ترشيح مقاطعات او ترشيح مقاطعة في كندا ولا لا، وعلى حسب عندك ترشيح ولاية في استراليا ولا لا. هي مجموعة نقاط بتعمل لها accumulation او بتجمعها، عشان الناس بتقول بتكلم انجليزي accumulation بتجمع النقط. جمعت عدد النقط، كل دولة من الدول دي عاملة حاجة اسمها حد ادنى للنقط عشان تقدر انك انت تقول انا بطلب منكم او بريكوست او باكسبرس ان انا اقدم على الهجره، او انا نفسي اقدم على الهجره عندكم، اسمها expression of interest. تمام، هي اسمها كده بالانجليزي، مش هينفع اقولها بالعربي، هي expression of interest، او بيختصروها في استراليا ونيوزيلندا وكندا بيسموها EOI. تمام، طيب لو وصلت لعدد النقط دي اللي هو في استراليا مثلا 65 نقطه، جاي 65 نقطه، وظيفتك موجودة في القائمة ومن حقك تقدم على الفيزا اللي احنا بنتكلم عليها، وليكن 189 مثلا او 190 لو في ترشيح مثلا ولاية او حاجة زي كده. اهو حضرتك هتعمل ايه؟ هتدخل تعمل ابلكيشن. يعني ايه هتعمل ابلكيشن؟ يعني انت بتروح تسجل يوزر نيم وباسورد في حاجة مثلا في استراليا اسمها سكيل سيلكت، ده تقدر تجيبها من جوه الموقع نفسه بتاع الهجرة، او ليها برضو ايه يو ار ال او لينك خاص بيها. بس كده هتدخل تملى بياناتك كلها وتحط كل الحاجات اللي انت قلت عليها وانت بتحسب نقطك، المؤهل ايه، الخبرة كام سنة، الانجليزي بتاعك عامل ايه، الايلتس او البي تي اي او الكلام ده، وهكذا وهكذا وهكذا. وبتعمل حاجة اسمها سبميت للابليكيشن. سبميت للابليكيشن انك بتقول انا عاوز اهاجر عندكم. استراليا مثلا بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها راوند. يعني ايه راوند؟ يعني هي كل فتره من الفترات بتروح تاخد مجموعه ناس لكل وظيفه من الوظائف اللي هي فاتحاها الهجره. فممكن تلاقي مثلا بتوع السيستم اناليست، معلش لازم اقولها بالانجليزي، مثلا متاخدين مثلا على 65، المحاسبين اتاخدوا على 85، اللي مش عارف مين اتاخد على 75. لو انت من الناس اللي جايبه الحد الادنى من النقط دي، يعني لو انت مثلا محاسب وكنت جايب 85، انا بفترض افتراضات معينه مثلا hypothetical assumption، يعني اللي هو بفترض، مش ده مش واقع، بس افترض انك جبت 85، هياخدوك من الايه البول، او هياخدوك من المكان اللي انت قلت انا عاوز اقدم على الهجره. وهيقول لك طب يا باشا، مش انت بتقول احنا وافقنا انك انت تقدم على الهجره وخدناك من ضمن الناس المحاسبين اللي جايبين 85 فما فوق، وبنعمل لك حاجه اسمها invitation to apply، بندعوك للتقديم. invitation to apply ITA، اختصارها ITA، invitation to apply، اللي هي ايه؟ اتفضل قدم. يعني ايه هتقدم؟ يعني كل النقط اللي انت جمعتها وقلت اللي عندك اثبت بقى عليك دلوقتي، بنديك فتره تثبت كل الكلام ده، تجيب لنا الايلتس، شهاده الايلتس، تجيب لنا خبراتك، او انت خلاص، او تعمل الاسسمنت المفروض بتعمله، لان في حاجه اسمها انك انت بتعمل اسسمنت مع جهه من الجهات الاستراليه على حسب شغلتك ايه. لو انت اي تي زي حالاتي بتعملها مع حاجه اسمها استراليان كمبيوتر سوسايتي، هما بقى بيقولوا لك اه الراجل ده عنده 10 سنين 12 سنه خبره في مجال الكمبيوتر ساينس وشهادته كذا. المهم موال، بتجمع او بتعمل اثباتات النقط دي، زائد طبعا الميديكال او زائد اللي هو الكشف الطبي، زائد البوليس كليرنس او الفيش والتشبيه او عدم المحكوميه، وشويه حاجات هم هيطلبوها منك لما بيدعوك للتقديم. بس كده اهو بتروح تقدم كل الورق ده، بيعملوا حاجه اسمها اسيسنج،
اسسمنت، بيتاكدوا ان كل حاجه صح وكل اللي انت قلته صح وتجميع النقط صح والكلام ده، ولو ربنا سبحانه وتعالى اراد وكل حاجه ماشيه كويس بيقولوا لك خلاص وبنديك البيرمننت ريزيدنس او الاقامه الدائمه. انا بس لخصتها لك بسرعه جدا خطوات. خطوه اولانيه تشوف وظيفتك، تشوف عدد النقط بتاعتك، تعمل حاجه اسمها اكسبريشن اوف انترست، انا عاوز اقدم عندكم، تتحط في البول بتاعتهم. لو انت جبت النقط اللي هم طالبينها في راوند من الراوندات، في سحب من السحوبات اللي بيسحبوها، تمام، بتتاخد. وبعدين بيقول لك طب اثبت لي بقى اللي انت قلته كله صح. ياخدوا هم عندهم الورق، بيعملوا حاجه اسمها اساينينج للكيس اوفيسر، لواحد مسؤول عنك ومسؤول على الابلكيشن بتاعك، يقعد يراجع ورقك ويتاكد انه صح ومفيش حاجه ناقصه و و و و و. لو طلع كل حاجه زي الفل وسليمه والميديكال وكل حاجه كويسه الحمد لله بامر ربنا سبحانه وتعالى، بعد كده يبتدي يقول لك خلاص وعملوا كل حاجه بقى، كل الورق اللي هم عاوزينه خلصوه وتاكدوا منه والكلام ده، بيطلعوا لك الاقامه الدائمه. ده مش استراليا بس، ده كل الدول اللي هي بيزد او مبنيه على موضوع النقاط، تجميع النقاط بس كده وبسهوله ومش اكتر من كده. في كل دوله بقى بتختلف من نقطه لنقطه، حته لحته، عدد النقط، الكلام ده لازم انت بنفسك تدخل على موقع الهجره الرسمي بتاعهم وتشوف تفاصيل التفاصيل بس. شكرا جزيلا لكم.